يقول السائل: أيهما أفضل، صيام الأيام البيض من كل شهر أم صيام يوم الاثنين من كل أسبوع؟ كلاهما فيه فضل، صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فيعرض عمل العبد وهو صائم أفضل. وثلاثة أيام من كل شهر، لأن من صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكل يوم عن عشرة أيام في الفضل والأجر. نعم.